السلام عليكم. هنكمل الفيديو التاني في موضوع اللينكس شيل سكريبتنج. احنا كنا واقفين عند الاف ستيتمنت. فالاف ستيتمنت زي ما كنا بنقول احنا بنحط اف وبعدين بتوين براكتس بنحط الكونديشن بتاعنا. ممكن يبقى الكونديشن ده يعني عندي تو كونديشنز لازم يتحققوا خلاص، وممكن يبقى كونديشن واحد بس. تمام، ممكن ترجع للفيديو اللي فات لو عايز تشوف اكزامبل. انا بس عايز اوريك كذا حاجه هنا. اكزامبل بقى الاستخدام للشيل سكريبت. هنا ده فور لوب. لو احنا هنتكلم عن اللوبس بقى، فانا بقول له فور فاريبل معين خلاص، ان بحط هنا دولار ساين، دي معناها ان انا هستخدم فاريبل، وبتوين الاقواس ديت بحط ايه، ممكن احط output بتاع command معين cat مثلا. هنا list of ip dot text، انا هنا عندي فايل في الليستة بتاعت ipات معينة، ممكن اقول له يلف على الipات ديت ويبتدي يعمل ping minus c1 الايه ال variable الip ده. done، دي for loop. هنشوف example دلوقتي. لو عايز استخدم function جوه الكود بتاعي، الكود بتاعي كبير وعايز انظمه خلاص. طب الفانكشن دي بتفرق في حاجه؟ لا ما بتفرقش في اي حاجه، ممكن ما تستخدمش فانكشنز خالص وتكتب الكود بتاعك عادي جدا. طب ايه لازمه الفانكشن؟ الفانكشن دي بتخليك لما تيجي تفتح الكود تاني تقدر تقراه وتفهمه، بدل ما تكتب كود انت نفسك بعد كده تشوف الفايل شكله وحش مش هتبص فيه. الفانكشن بتنظم الدنيا وتخلي الكود، بالذات كمان لو اخترت اسمها يكون اسم بيعبر عن الفانكشن بتاعتها، فتقدر تبص للكود تفهمه. لو هو مثلا الكود ده بيعمل مثلا حاجتين او ثلاثة خلاص، ما تحطهمش كلهم تحت بعض، تعمل كل حاجة فيهم عبارة عن فانكشن لوحدها، وتبتدي تنادي الفانكشن ديت وتديلها الارجمنتس بتاعتها اللي انت محتاجها وتبتدي تستخدمها عادي جدا. ممكن نجرب الفانكشن ديت. هنا الفانكشن دي بتعمل ايه؟ اسمها باس ارجمنت خلاص، بتفتح اقواس وتعرف جواها دي ايكو بتعمل برنت يعني today random number is دولار ساين 1. قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان دولار ساين 1 دي معناها الارجمنت اللي انت بتباصه للفانكشن. وهنا فعلا بينادي الفانكشن اسمها باس ارجمنت، هيناديها ويديلها دولار ساين random. دولار ساين random ده بيجنريت random number. تمام، يعني معنى كده ايه؟ ان انا بباص argument ديت بدلها random number. طيب حاجة ادخل جوه الفانكشن echo today number random number is ويطبع الايه الفاليو اللي بتطلع لي هنا خلاص. تعالى نجرب الفانكشن ديت. اهي انا حطيتها هنا في فايل عشان بس ايه ما نضيعش وقت في الكتابة. cd shell scripts ده فولدر عندي خلاص، هقول له نانو random number dot shell خلاص، بيست هنا ماشي. طبعا هنا ال علامة الهاش ديت دي بتاعت ان انا بحط كومنت. تمام خلاص، باس ارجمنت راندوم كنترول واكس يس. تمام، طيب اجي ران راندوم خلاص. نسينا حاجه مهمه، نسينا ان احنا نحوله لاكزيكيوتابل خلاص. دلوقتي حاجه نادي عليه، هقدر ان انا ايه فتودي راندوم نمبر، هتنادي عليه تاني هيتبع لك راندوم نمبر تالت وخامس سادس، واخد بالك؟ هو بيجنريت راندوم نمبر وبيطبعه. تمام، يبقى ده كده ايه الفكره بتاعت الفانكشنز. يبقى انا ممكن اعرف فانكشن خلاص وابتدي استخدمها زي ما انا عايز جوه الكود بتاعي. وفعلا موضوع الفانكشنز ده مفيد جدا لو انت عايز تكتب كود تقدر تقراه بعد كده بسهوله. هناخد اكزامبل دلوقتي ظريف جدا يوضح لنا
استخدام ال استخدام الباش سكريبتنج او الشيل سكريبتنج في ان انا بقى استخدمه في حاجه مثلا همونيتور على سب نت معينه عندي، تمام؟ فانا هنا هعرف السب نت ديت مثلا فور اكزامبل هي دي السب نت، هعمل لوب عليها فور اي بي ان الرينج ده، خلاص هنا دي من 3 الى 254. تعمل ايه؟ بينج ماينس سي السبنت دوت الاي بي، السبنت ده فاريبل هنا لان قبليه دولار ساين اللي هو الفاليو دي، خلاص دوت الاي بي اللي هو فاريبل برضو في الرينج ده، يعني كل مره هيروح يبقى 172.25.3.4.5 وهكذا. لو الاوتبوت بتاعي او الريزلتس بتاعي بيساوي زيرو، خلاص احنا كنا شفنا ديت في المحاضره اللي فاتت، خلاص وقلنا ان دولار ساين كويشن مارك ده الاكزيت ستيتس. لو الاكزيت ستيتس بزيرو ده معناها ايه؟ لو الاكزيت ستيتس بزيرو معناها ان الهوست ده ريتشبل، خلاص يبقى هطبع السبنت ده از ريتشبل، تمام. هحطه عندي في فايل مثلا هنا اوتبوت مثلا دوت تكست، خلاص لو الاكزيت ستيتس بون هقول له ان الاي بي ده ان ريتشبل، هقول له اي بي ده از ان ريتشبل، تمام. مكتوبه هنا سوري زين ايكو سبنت دي ان ريتشبل، تمام. تعالى كده نجرب الايه الكود ده او السكريبت ده، خلاص تمام. هنعمل نيو فايل اسمه تيست سبنت بينج دوت اس اتش، ماشي، وبيست الكود، خلاص وتعالى نجرب. احنا هنا ما حطيناهوش في اوتبوت دوت تكست، تمام. هنا في حاجه برضو واحد بيسال مثلا لو ايه سلاش ديف سلاش نول ديت، عشان ما يقعدش يعرض لي طب خليه يعرض لي الاول عشان ما يقعدش. هوريك واحده واحده. تشينج مود بلس اكس تيست سبنت بينج، وبعدين اقول له تيست سبنت بينج دوت unexpected end of file. سوري بصوا يا جماعه، هنا هو كده هيقعد يعرض لي بقى كل ما يبينج هوست، يعرض لي بينج كانه بيرن الكوماند اللي اسمه بينج، انت فاهم قصدي ازاي؟ فانا مش عايز اشوف ده كله، فانا هعمل ايه؟ هقول له ماشي، هقفل بس الكلام ده واقول له ايه؟ اقول له هنا ده الاوتبوت بتاع الكومنت انا مش عايزك توريه لي، ده وديه على النال ديفايس انا مش عايز اشوفه اساسا، خلاص بحيث ان هو ما يعرضليش الايه الاوتبوت ده. هو مش هيعرض لي الاوتبوت، وفي النهايه هيعرض لي الكلام ده في اوتبوت فايل. طيب هنا انا هقول لك ملحوظه بس، البينج ده التايم اوت بتاعه كبير لو مفيش رد، فانا هقول له تايم اوت 0.2، ودي تيب ظريفه لو انت عايز الايه البينج ده يتم بسرعه. تعالى كده نجرب.
هو كده بيبينج على سب نت بحالها عبارة عن 255 اي بي، خلاص بيشوف مين فيهم اب ومين فيهم داون، تمام. برضو ملحوظة ممكن بقى انت بعد كده تيجي هنا مثلا سب نت از ان ريتشبل، ممكن تاخد الكلام ده مثلا وتنادي على سكريبت تاني. لو عايز تنادي على سكريبت تاني ممكن مثلا تبقى ايه اكزكيوت، خلاص تنادي شيل سكريبت تاني. هو كده خلص ال 255 اي بي. طيب كات اوتبوت دوت تكست اهو السب نت اهي، الريتشبل موجود والان ريتشبل موجود، تمام. طبعا كده انت ايه لو عايز تجيب الريتشبل بس جريب ريتشبل. طب لو عايز اعرض الريتشبل بس هنعمل ايه بقى؟ ممكن اقول له جريب ماينس في ان ريتشبل، يبقى هما دول الايه جريب ماينس في ده بيشيل الحاجه اللي انا مش عايزها، فانا كده ايه جبت الاي بيهات الان ريتشبل. طب لو عايز اطلع الاي بي بس اعمل ايه؟ ممكن استخدم اوك كومنت اي دبليو كي، كويس، واقول له برنت نمبر 1 اللي هو الفيرست كولون يعني اللي هو ده، خلاص واقفل دي كده تريك، هيكتب لي الاي بي هات. ممكن اقول له كمان دول كده ودهم لي دول اسمهم ريتشابل اي بي ادريسيز دوت تكست، خلاص واقول له كات ريتشابل اي بي ادريسيز دوت تكست هم دول، انت فاهم قصدي. فانت كده يعني حاجات كتيره جدا فانكشنز بقى ممكن بقى تاخد دول وتشتغل عليهم بعد كده، تعمل لو مثلا بتعمل بنتريشن تيستنج، بتعمل وات ايفر ايه الحاجه اللي انت يعني ممكن تاخد دول وتشتغل عليهم بعد كده، مثلا تشغل عليهم كوماند تاني برضو فور لوب وترن عليهم كوماندز تانيه. فال القصه بتاعت الشيل سكريبتنج ده بيسهل الشغل بطريقه كبيره، وكل ما تستخدمه كل بالذات السيستم ادمنستريتور انت ممكن الكلام ده تحطه في كرون، في سلاش اي تي سي سلاش كرون، ده مسؤول عن ان هو يكرر فانكشن معينه. فانت ممكن الكلام ده يتعمل كل يوم الصبح مثلا تبينج على كل السيرفرز بتاعتك والان ريتشابل، وتتشيك انت بعد كده الان ريتشابل ده ممكن يتبعت لك ميل مثلا، تعمل شيل سكريبت بيبعت ميل، كويس وات ايفر بقى انت ايه عايز تعمل ايه، تمام. بس الشيل سكريبتنج ده باورفول جدا. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي اسئلة ولا حاجة ياريت تحطها لنا في الكومنتس. شكرا جدا، سلام عليكم.